السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية اليمنية وفي الصحافة العربية وبعض مقالات الرأي والتحليل، والبداية من عناوين الموقع الإلكتروني اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين، مواجهة متقطعة بين الحوثيين والقوات الحكومية في محافظة الجوف. مصدر، مقتل 3 وإصابة آخرين في حادثين منفصلين بمحافظة تعز. مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار رغم استهدف شاحنة في الزهار بمديرية المخا. وفد أممي يبحث مع مسؤول يمني ترتيبات فتح مكتب للمبعوث جريفيث بعدن. مقتل 5 أشخاص وإصابة 31 بهجوم انتحاري على مقر أمني في عدن. تفجيران استهدفا بوابة معسكر مكافحة الإرهاب في حي جولدمار بعدن. مستشفى الثورة بتعز يغلق أبوابه عقب اختطاف طبيب من قبل مجهولين. مارب بريس، نجاة مسؤول عسكري بارز من محاولة اغتيال بصاروخ موجه في مدينة مارب. المعلمون يرفضون الالتزام بالدوام والحوثيون يلجؤون للطلاب ويفرضون عليهم غرامة مالية باهظة. التغيير نت، التحالف يستهدف تعزيزات للانقلابيين غرب تعز والجيش اليمني يحرر تبابا جديدة بجبهة الميسرة شرق صنعاء. الانقلابيون الحوثيون يضعون يدهم على آخر القلاع المالية في صنعاء. الجيش الوطني يحرر عددا من المواقع في مهن. مقتل أكثر من 20 انقلابيا بمعارك تعز. الصحوة نت، الجوف، قتلى وجرحى حوثيون في تجدد المواجهات غرب مديرية المصلوب. رئيس إصلاح تعز، 21 من فبراير مرحلة فارقة في تاريخ الشعب اليمني. الحكومة تقول إنها ستتعامل بحزم لضبط أمن عدن والمحافظات المحررة. إصلاح عدن يدين بشدة الهجوم الإرهابي ويحذر من خطورة استمرار الانفلات الأمني. على وقع معارك ضارية في نهم، التحالف يدمر تعزيزات للميليشيا الحوثي شرق صنعاء. وكالة سبا، رئيس الوزراء يواجه بتعامل بكل حسم والضرب بيد من حديد كل من يستهدف أمن الوطن والمواطن. رئيس الجمهورية يوجه بمتابعة حيثيات العمل الإرهابي الذي وقع في مديرية التواهي بعدن ومن يقف خلفه. وكيل محافظة إبيا يستنكر قيام الميليشيا باستحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل المحافظة. نائب رئيس الجمهورية يهنئ ولي عهد الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير. قوات الجيش الوطني تقصف تجمعات الميليشيا في البيضاء. مقاتلات التحالف تستهدف تجمعات للميليشيا في مديرية الحيمة. تنظيم ندوة بتعز لمناقشة دور الشباب والمرأة. العاصمة أونلاين، صنعاء، ميليشيا الحوثي تنهب مبالغ مالية أجبرت طلاب المدارس على تسليمها كرواتب للمعلمين. رفض مجتمعي متزايد لمواجهة تغول الميليشيا الحوثية في مساجد العاصمة. قيادي في ميليشيا الحوثية استولي على شقة سكنية بصنعاء. ميليشيا الحوثي تختطف عامل مخبز بصنعاء. سبتمبر نت، معارك متواصلة في المصلوب وحام بالجوف والجيش يأسر أحد عناصر الميليشيا. معارك مستمرة وغارات مكثفة تستهدف الميليشيا في ميسرة نهم. الجيش الوطني يتصدى للميليشيا في الصلو وغارات مكثفة تستهدف مواقعها. نائب الرئيس يعزي في استشهاد المقدم دومان وعدد من أبطال الجيش الوطني. مدفعية الجيش تقصف تجمعات الميليشيا في ناطع بالبيضاء. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من صحيفة الوطن السعودية. الوطن السعودية، الشرعية تستعد لرفع العلم على جبال مران. 184 انتهاكا حوثيا في تعز خلال شهر. الشرق الأوسط، الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في تعز ونهم والبيضاء. قوات شرعية تدمر مستودعا سريا لأسلحة الانقلابيين وتتقدم في الساحل الغربي. البيان الإماراتية، انفجار يستهدف مقرا حكوميا في عدن. العربية نت، الحوثيون يبتلعون أموال تأمينة القطاع الخاص اليمني.
مقاتلات التحالف تقصف الحوثيين في 4 محافظات يمنية. في خبرنا لهذا اليوم سنناقش معكم خبرا أورده موقع الصحوانيت تحدث فيه أن مقاتلة التحالف تدمر تعزيزات للميليشيا الانقلابية. للمزيد حول هذا الموضوع سينضم إلينا عبر الهاتف صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. صالح، ضعنا في صورة آخر المستجدات في جبهة نهمة. نعم، اليوم نتابع على التوالي وابطال الجيش الوطني وقوات معارك الحارسه وقوات الميليشيات الحوثيه الاسرائيليه في الهاتفين تحت العاصمه صنعاء على اعتداء الجيش الاردني وقوات الميليشيات حيث كان ابطال الجيش الوطني اليوم باستدراج عدد من عناصر الميليشيات التي حاولت التسلل من مواقع ابطال الجيش الى الجبهه القرب، وتم بث شخصاً ما زالت تسليم مرمية حتى هذه اللحظة في المواضع التي حاولوا التسليم بها. وفي جبهة الهندلة كان أخبار الجيش الوطني بقصف عدد من الآليات التابعة للميليشيات حيث تمكن من تدمير عربتين وثلاثة أطقم محملة عناصر تابعة للميليشيات. صالح القطيبي، يبدو أن ثمة خلل في الصوت، سنعود إليك أو قد لا نعود. إذا إلى مقالة الرأي والتحليل، والبداية من الكاتب يسلم البابكري الذي كتب مقالا نشره موقع الصحوانيت تحت عنوان أزيح الإصلاح. ترى الكثير من القوى أن الوصول إلى يمن ضعيف مفكك تابع تمر عبر الإطاحة برأس الإصلاح وإزاحته من المشهد. هذا التصور لم يأتي عبثا ولا اعتباطا، بل هو نتيجة قراءة للواقع. أحدث الإصلاح أثرا بالغا في وعي المجتمع وتطلعه نحو التغيير وتمرده على الاستبداد والتوريث. فهذا فيصل بن شمبان داعية التغيير وإمام الحرية قد جاب اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه، يرمي أحجاره في وعي المجتمع الراكد فيحدث فرقا ضخما فيه، ثم تتابع موجات التحفيز للوعي تضيق الحناق على عنق الاستبداد وتكتم أنفاسه. أطيح برأس الإصلاح، قالها صالح وهو يواجه الشعب الثائر، ولم ترى عيناه بين كل تلك الجموع والحشود إلا الإصلاح، كما أن إعلامه وخطابه لم يستهدف سواه. هدفنا الإصلاح والقضاء عليه، قالها عبد الملك وهو يرفع سبابته ويصرخ في وجه الشعب ويجتاح المدن والقرى، يفجر ويقتل ويدمر ويزج باليمن في حروب طاحنة. الإصلاح هو الذريعة التي تستخدم لاستهداف مؤسسات الدولة وبنية الشرعية ورأسها، فرئيسه بات مجرد موظف لدى الإصلاح، هكذا تردد ماكينات الإعلام الموجه. من عجائب الأمور ودواهي الأحداث أن أسرة الرئيس المقتول وأدواته العسكرية والإعلامية التي كانت تقتل عدن وتحرض عليها يتم تجمعها في ورشة كبيرة للخردة، والهدف أنهم سيكونون القوة التي تواجه الحوثي وتضرب الإصلاح، ويتم ذلك بترحيب صارخ أو صامت. الحقيقة من بين كل هذا الضجيج هي أنه لا مستقبل لمشاريع الطائفية ولا السلالية ولا المناطقية ولا التبعية ما دام الإصلاح بأدوات التأثير على الوعي التي يمتلكها حاضرا. أزيح الإصلاح، يخلو لكم وعي الناس، تعبثوا وتشكلوه كيفما شئتم، حرقوه وشيطنوه، فاسلموا أصنامكم من فأسه، هكذا يريدون، لكن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أما الكاتبة والأديبة فكريا شحرة فقد كتبت مقالا نشره موقع يمن سكاي تحدثت فيه عن لصوص المعابر، وتطرقت إلى الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون بحق المواطنين في نقاط التفتيش في مختلف المحافظات التي يسيطرون عليها. تجارة البشر في معابر صيد الأرواح مأساة يغلفها الصمت والعجز ككل مآسي هذا الوطن. قطاع طرق وتجار رقيق بزي رسمي ينهشون أجساد البسطاء من أقصى شمال الوطن وحتى أدنى جنوبه. إنهم أفراد النقاط الحوثية الذين يقومون بإيقاف حافلات الركاب في معابر المدن بحجة التفتيش لتصادر بعدها بطائق أو جوازات المسافرين، ليتم فرز الضحايا واختيار الفرائس لتجارة لا كساد فيها. يلتقطونهم من الطرقات ليبدأ المزاد المهين من أجل الحصول على الحرية. انتهاك فج لحق اليمني في التنقل بين أرجاء وطنه
وتقسيم للمدن إلى مناطق محرمة أو مناطق خاصة. معاملة هي الاستعباد والتنكيل والإذلال مع تجاهل لأشغال الناس ومواعيدهم والتزاماتهم التي سافروا من أجلها، لتقتضى السجون بالمسافرين بحجة التحقيق والاستجواب كأنما ارتكبوا جرما بالتفكير بالتنقل داخل وطنهم. الأسوأ حظا هم أولئك الباحثون عن عمل في مدن بعيدة والذين يرمى بهم في سجون النقاط لأيام أو شهور، لا يعلم ذويهم مصيرهم أو سببا لاحتجازهم. يمارس ضدهم صنوف الإهانة والتجاهل والتعذيب بسماع دروس الملازم وتعبئة عقولهم بفكرة الموت حتى يقادوا بعدها إلى الجبهات. الشباب صغار السن منهم هم الضحية الذين يقادون لرفض ميادين الموت رغما عنهم، ولعل المحظوظ من استطاع ذويه دفع مبالغ طائلة لإخراجه كفدية هي ثمن حياته وحريته، ليرتفع سعر الشخص بمقدار إلحاح أهله لاستعادته. إنها تجارة رقيق بنسخة محدثة تواكب حقارة الميليشيا في وطن لا صوت فيه للمقهورين. الميليشيا التي دمرت الاقتصاد بمتاجرتها بأقوات الناس ونهب مرتباتهم والتضييق على التجار بفرض الجمارك المضاعفة وابتزاز الجميع بلا استثناء، حتى وصل بهم الأمر إلى المتاجرة بجثث المعتقلين والشهداء كي تسلم لذويهم بعد مقتلهم تعذيبا. لا يضر هذه الميليشيا من اللصوص تجارة الرقيق في المعابر، ولا يضرها أن يموت الشعب جوعا وفقرا، ولا يهمها سمعتها كعصابة تدعي أنها دولة، فهي عصابة قامت بسرقة الدولة وتسترت بستارها فقط. عصابة لصوص تبتز الفقراء والتجار، تبتز الطلبة والمعلمون، تسرق المال والأرواح، ولم تبلغ أي عصابة في التاريخ مستوى انحطاطها وقدرتها ولا آدميتها، فما تركتم للناس كي يفتدوا أرواحهم ووطنهم منكم يا لصوص المعابر؟ ماذا تبقى في أيدي الناس كي تسرقوه وأنتم تشيعون الآلاف جوعا وقتلا إلى المقابر؟ وأي قانون سينصف هذا الشعب منكم؟ ولا قانونا تعرفونه سوى قانون الغاب والتوحش. هذه العصابة التي أهلكت الشعب في 3 سنوات وتصر على إعادته إلى عدمية الإمامة التي عاشها اليمنيون دهرا خارج التاريخ، غارقون في الجهل والجوع والخوف والمرض، يقومون بما فعله أجدادهم حين كانوا يسرقون الشعب ولا يلتفتون لما خلفته سرقاتهم من بؤس وفقر، عاجزون عن إقامة دولة بأي شكل ولا يحكمون بأي عرف للحكم أو نظام. فمنذ متى كانت العصابات تعرف كيف تحكم؟ العصابات تعرف كيف تسرق وتسرق وتسرق. إذن إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الكاتب الدكتور محمد جميح، والذي كتب منشورا تحدث فيه عن حالة الانقسام السياسي لليمنيين. من المفيد لليمنيين أن ينتقلوا من حالة الانقسام السياسي إلى حالة التعددية السياسية، ومن حالة الوحدة الجبرية إلى حالة تكون الوحدة فيها خيارا شعبيا مناسبا لكل اليمنيين، وهذا يعني تطبيق ضوابط عادلة في تقاسم السلطة والثروة في البلاد، وأقرار ذلك في الدستور والقانون، واليقين بأن أي عملية انقلاب على الشرعية الدستورية سيكون مصيرها الفشل، وأن طريق السلطة الوحيد هو صندوق الانتخابات. ومن المفيد خلال هذه الفترة كبح جماح النعرات العنصرية التي فجرتها الميليشيات التي قضت على كيان الدولة، والعودة إلى ثقافة المجتمع بدلا من ثقافة القبيلة والطائفة والمنطقة والمكون السياسي والاجتماعي. العنصرية التي باتت تعج بها وسائل التواصل الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد ينبغي أن يقوم لها خطاب مضاد يعمل على ترشيد الخطاب الإعلامي ووقف الضخ المنطقي والمذهبي ونبذ كافة أشكال التعصب ودعوات الكراهية وإثارة النعرات. إن مشكلة العنصرية أنها عندما يمارسها فريق ضد آخر فإن الفريق الذي مارسها لا يلبث أن يمارسها مرة أخرى ضد منتسبيه من دون أن تقف سكين التشظيات حتى تأتي على النسيج كله. أخيراً، يلزم اليمنيين اليوم قليل من الهدوء، لأنهم مع كل ذلك الضجيج الذي يمارس لم يصغوا إلى صوت العقل والحق والخير الكامن بعيداً في أقاصي النفوس الثائرة. وعندما يهدأ اليمنيون فإنهم بلا شك سيكتشفون كم كان صراخهم عالياً وكم كانت مأساتهم كبيرة وكم جنوا على أنفسهم وعلى وطنهم. ومن هنا
يكون تصحيح المسار وبداية الوعي. الكاتب الدكتور محمد شداد تحدث في منشور عن الرجال المخلصين الذين تبحث عنهم اليمن على مر العصور والأزمنة. الذين يحملون هموم الوطن وأدوات التغيير وبناء الفكر والأيديولوجيا هم الذين تعرف أعينهم كيف تقرأ الكلمة، وتعرف ألسنتهم كيف تنطق الحرف، وقلوبهم كيف تعي المعنى. هم الذين أدامت نكبة اليمن تأملاتهم وأرقتهم الأحداث، وهجر النوم أشفانهم، وبات الوطن وحده الذي تحتها لا ينام، يفترش القلب ويلتحف العقل ويشغل كل أبعاد الذاكرة. هم المصطفين الأخيار من بين الناس، اصطفاهم الرب وحملهم الشعب على الأكتاف، وتشربت الأعين صورهم وتغنت الدنيا بأساميهم، واحتضنتهم الأرض بحنان جثامينهم الزاكيات. بعد رحيلهم ونزعتهم أرواحهم الرجوع إلى الدنيا كي تخدم الناس وتبني لهم الحياة، وتلف الضمائد على جراحاتهم وتنثر نفسها بلسما شافا على كل ألم وأنين. إنهم شباب الثورات والقلة القليلة من بين عامة الناس، هم حملة القلم والبندقية ورواد السجون، رجال القيود وعشاق الموت إذا ما كان صكا ووساما لهم في سبيل الوطن وحريته وانعتاقه من الظلم والجبروت. كل مصاب مصابهم، وكل رزية رزيتهم، وكل نازلة وقعها وأثرها سيبقى عليهم في الدنيا والآخرة. هم النخب من الشعب اليمني شماله وجنوبه، خلدهم التاريخ وحفرتهم الأحداث نقوشا وحفظتهم في الأجيال في الذاكرة. ناهيك عما آلت الأمور إليها بعد رحيلهم، لأن رعاة الهدم غلبوهم في البناء. معاولهم كانت أشد وأحد، وخاصة في الشعوب العربية. أما الأمم الأخرى حفظها من بعدهم المخلصين، وتبنى فكرهم المفكرين، وسار على مدارجهم كل مخلص وشريف، فدامت فكرتهم وأنضج الكفاح والصبر جهودهم، وجنت الناس جهودهم خيرا ورفاهية وسلام. هم اليمن ونزيف الدم الوطني الجاري شلالا دافقا يأبى التوقف والانسداد. كل شبابه بالروح ثائر، نثرت الشعوب حولهم الضياء، وباركتهم السماء ظلا وروحا لكل فج سلكوه ودرب ساروا عليه. شباب الثورات اليمنية بداية بثورات ستينات القرن الماضي وانتهاء بكفاح العقد الثاني من القرن 21، روحا تتجدد وشهبا على أوكار الكهنة وعصابات الجهل تحرق، وحناجر تزمجر وتصرخ. وقف الزمان على أبوابهم يتسول العنفوان ويستجدي من شعاعهم للطريق سناه. الكاتب جمال حيدر كتب منشورا عن 3 شهداء قدموا أرواحهم وجراحهم فداء لهذا الوطن وصدا للمشروع الإيراني. جواد وعماد ورشاد وجهاد، احفظوا هذه الأسماء الأربعة جيدا واكتبوهم في سجل التاريخ كعنوان لوطن جريح. 4 إخوة، 3 منهم شهداء ورابع جريح. أما من هم ومن أين جاءوا وكيف استشهدوا، فاكتبوا عنوانا عريضا آخر في صدر الغلاف بلون الدم وبأحرف 3 تعني تعز. أما القاتل فميليشيات الموت والخراب. أصيب جهاد في المرة الأولى وعاد إلى المترس قبل أن يندمل جرحه. أصيب مرة ثانية وعاد، لكن الإصابة الثالثة أقعدت أحلام العودة إلى مواقع البطولة والتحدي، ووجد نفسه خارج البلاد بإصابة بليغة. هذا ملخص لقصة جهاد. أما قصة الإخوان الثلاثة الذين سقطوا شهداء في جبهات مختلفة في تعز فلا تلخص، ومداد الدنيا لا يكفيها ولم يفيها حقها. لا يبكي جهاد على إخوانه الثلاثة فهم شهداء، غير أن دمعا رقراقا يملأ مقلتيه كلما هبت رياح الأحلام والأمنيات بوطن حر وحياة كريمة. وتلك هي الأهداف التي خرج الإخوان الأربعة من أجلها مطلع العام 2011. خرج الأربعة الإخوان ولم يعد سوى واحد هو اليوم بنصف جسد وبقايا روح، يجسد لنا المعنى الحقيقي لحب الوطن والتضحية من أجله بكل غال ونفيس. ولا شيء أغلى مما قدمته أنت وإخوانك يا جهاد.
المحامي فيصل المجيدي كتب تغريدة نشرها على موقعه في تويتر، قال فيها بأن ما الذي تحتاجه عدن. تحتاج عدن للقضاء على الإرهاب إلى عدالة، تنمية، مدرسة، مستشفى، طريق، مياه شرب، دفع مرتبات، مكافحة فساد، تسامح، وعدم تسييس مكافحة الإرهاب. مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي كتب تغريدة تساءل فيها عن القتلة الذين أعلن الأمن في عدن عن إلقاء القبض عليهم، متسائلا ما مصير تلك القضايا. بتاريخ 12/4/2016 أعلن شلال شايع أن الأمن قام بإلقاء القبض على قتلة الشهيد اللواء جعفر سعد، ومن قاموا بقتل رجال المرور، ومن قاموا بقتل القضاة. وقبل ذلك تم إعلان القبض على 2 من المتهمين باغتيال الشيخ العلامة عبد الرحمن العدني. أين هم القتلة ولماذا ضاعت كل هذه القضايا؟ الأستاذ صلاح باتيس كتب تغريدة أشار فيها إلى من يعبثون إعلاميا والضجيج الذي يصدر عن المطابخ التي تسيء إلى المخلصين من أبناء الوطن. ليست لدينا مشكلة أن نلقى الله شهداء في سبيله ودفاعا عن عقيدتنا ووطننا وشعبنا وقيمنا وأخلاقنا ومكتسبات ونضالات الأحرار، ثم وطنا آمنا مستقرا مزدهرا يعيش فيه أهلنا في أمن وأمان وعزة وكرامة. لكن المشكلة أن ينجح الضخ الإعلامي الكاذب وأن تجد مطابخ الإشاعات من يصدق ما يصدر عنها في شيطنة وتشويه الصادقين والمخلصين الوطنيين حتى يتخلى الجميع عنهم، فتتم تصفيتهم، ثم يندم الناس بعد ذلك ويقولون ليتنا دفعنا عنهم وأحببناهم كما أحبونا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.